إذا نستضيف عمر الحضري أدمين صفحة ذاكرة العرائش اللي حاضر بقوة لترحية فعاليات مهرجان الدولية العرائش في القصة السابعة. والآن انطلقت الكرنفال اللي غادي يكون الطبعة ديالو والابتسامة ديالو حول هذا الكرنفال. يعني شنو هي الابتسامة ديالو؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لجميع المشاهدين. العرائش أنفو صفحة ذاكرة مدينة العرائش، مرحبا بكم في مهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون والتراث في دورته الثامنة. هذا المهرجان الذي أعطى إشعاع يعني جميل وكبير لمدينة العرائش، وحرك ديناميكية العجلة الاقتصادية في مدينة العرائش. وأبناء البلاء الحسن ساكنة مدينة العرائش يحج اليوم وبكثافة. لماذا؟ لكي ترى ابتساماتها وتطلعاتها للعرائش الغد، للعرائش إن شاء الله اللي تكون جميلة وجميلة. تحية طيبة سي عبد القادر صبيطي. من ناحية نوعية المشاركة وحجم المشاركة كيف تقيمها هذه السنة؟ نوعية المشاركة هذه السنة هذه كنشوف أن نوعية المشاركة كانت يعني جميلة، وكنشوف ساكنة مدينة العرائش حجة. نقصد كرنفال من ناحية سياسية ومن ناحية تقنية. لا، من ناحية فرق المشاركة الفولكلورية والمشاركة نرى هنالك غياب الصنبة الأراتشي وتعويضها بالصنبة العرائش. صراحة التساؤلات هذه، لماذا وكيف يبقى لدى المنظمة هي التي ستجيب على هذا السؤال هذا؟ بالإضافة إلى ذلك الكرنفال عرف هذه السنة حضور كبير، يعني ساكنة العرائش هذا الكرنفال يعني لا فقط الكرنفال في أطوار يعني سواء منذ الانطلاقة إلى يعني من ساحة التحرير إلى شارع محمد الخامس وساحة التحرير. كيف تقيم الحضور والجماهيري واللجنة الشعبي؟ اللجنة المنظمة صراحة مشكورة في الخدمة ديالها، تحية القوات المساعدة ورجال الأمن ورجال الصايرين في الخفاء على هذا المهرجان. هذا التنظيم هو تحت تنظيم محكم، تنظيم في مستوى، خلى ساكنة العرائش تحس بأن المهرجان ديالها وهذا العرس هذا عرسها. الحمد لله كنشوفوا الساكنة تحج ولكن بانتظام، كنشوفوا ما كاينش هذيك البارير ولا شي حاجة. والأهم هو الاحتفالية والمظاهر الاستعراضية التي تعرفها شوارع المدينة بعد ركود وبعد حالة يعني سكون وهدوء. يعني المدينة تتنفس تتنفس بالفن وتتنفس يعني بالإبداع. هذا إبداع فإنما يدل على أن المهرجانات المحلية خصها المهرجان المحلية، لأن المهرجانات المحلية كتعطي الإشعاع ديالها وعندها الحضور ديالها وكتعطي واحد الديناميكية للعجلة الاقتصادية ديال أي مدينة هذه. فنحن مع المهرجان وأي مهرجان اللي عندنا. حتى الجو يا وحسن معايا، أول مرة كنشوفك تبارك الله عليك عند المدينة.